Sa amin? Lu. Lu, kapili strat ko. Ano? Ano ang sa akin? Ano na ito? Sa ako makita niyo? Sa akin yung sa akin. Kapili ko sa akin. Sa akin ko sa akin. Kung matang sa akin sa akin. Sa akin sa akin. Sa akin sa akin. Sa كمان هيكون في soft skills هنتكلم فيها عن life planning و communication skills. السكيل بتاعنا النهاردة هيكون هنبدأ بالدكتور سعيد الكامي وهيدينا IEEE keynote speech. بعد كده هيكون معنا financial crisis من الدكتور طارق كبير acting president my university. بعدين green energy وهيقدمها لنا انجير احمد الدرغامي environmental management consultant in regional environmental management improvement project. هيكون معنا break عشان الناس اللي عايزة تصلي. بعد كده في بانل ديسكشن عن الستادينج ابرود هيكون فيها دكتور سيد عيد من الاكزان يونيفرستي دكتور محمد الحربوق برضه من جامعه اسكندريه ودكتور كريم جمعه وانجينير شريف حلاوه من جامعه اسكندريه هيكون معانا بريك ثانيه برضه عشان اللانش بعد كده هناخد اخر سيشن وهيقدمها لنا مستر محمد حامد من كومارك دلوقتي اسمحوا لي ارحب بدكتور سعيد الكامي IEEE ALEX سب سكشن تشيرمان